ينضم إلينا هنا في الاستديو الوزير السابق والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سامي النصف. أولا أستاذ سامي حياك الله في استديو الراي. بداية، تصريحات سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، هل هي كفيلة بتهدئة الأوضاع والفتنة المثارة الآن حول أخور عبد الله؟ أنا أتصور هي جزء من تهدئة الأوضاع. ما يهدئ الأوضاع حقيقة أن الكويت لم تتعدى على الإطلاق على الحدود العراقية، بل القرار 833 اللي رسمت الحدود بناء عليه ذكر في الديباجة أنها ليس اتفاق توزيع أراضي، مجرد تثبيت ما هو قائم. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه القضية مفتعلة كما ذكر حتى سعادة الأخ رئيس مجلس الأمة بدلالات عديدة. يعني اولا انه هذا تطبيق للقرارات الدولية، واقع الامر انه خور عبد الله كما هو معلوم سمي على الشيخ المرحوم الشيخ عبد الله اللي حكم الكويت عام 1776، يعني منذ ذلك التاريخ المبكر هذا الخور معروف انه خور للكويت. نعم. القضية اتت على خور الزبير اللي يودي حق ميناء ام قصر. واقع الحال ان الكويت ارتضت وقبلت بأن يكون خور الزبير في أقلبه بسبب ضيقه في أقلبه للعراق. بالعكس لو استعمل خط الوسط اللي يسمونه التالوك كان يمكن ما استطاعت القوارب العراقية أن تذهب إلى أم قصر. القضية الأخرى أخي الفاضل على أنه هذه يعني ثوابت التاريخ حتى في كل العهود العراقية بال 1932 ما دخلت العراق إلى عصبة الأمم إلا لما حددت حدودها مع كل الدول المجاورة ومنها الكويت. بعد ذلك بال 63 معروف اعتراف الحكومة العراقية بعد أزمة عبد الكريم قاسم بالحدود وخط الجامعة العربية. نعم. بالتالي لا توجد أساسا مشكلة حتى يحاول البعض أن ينفخ بها. طيب هناك يعني إقرار رسمي عراقي وكويتي بالحدود والأمر منتهي، طيب هل هناك داعي للقلق؟ يعني الأمور التي تثار في الساحات الإعلامية، يعني حتى هناك هل هناك داعي للقلق بين الشعبين وبين الحكومتين؟ بين الشعبين وبين الحكومتين أعتقد القضية محسومة ومعروفة. إنما يمكن بالكويت بعد تجربة 91 وقبلها 90-91 وتجربة 61 لا شك أن هناك قلق شعبي مما يثار. إنما القضية أنا أعتقد بالمطلق هي صراع داخلي، وهناك انتخابات قادمة، وهناك من لم ينسى أن الكويت كمان يعني ساهمت بتغيير النظام البائد، وبالتالي هؤلاء عندهم دائما يعني رقبة بإثارة هذه الخلافات. طيب الآن ونحن يعني على في هذه المشكلة، يعني هل هناك تخوف من علاقة البلدين الكويت والعراق أن تسوء وأن تدخل في آتون صراع يعني جديد؟ أنا أتصور لا، يعني لربما أنا متأكد، لأنه الأغلبية المطلقة من الشعب العراقي اللي تمثلها الحكومة الشرعية ويمثلها البرلمان العراقي اللي صدق بال 2012 على هذه الاتفاقية، بعدها طبعا دراسة يعني واضح أنهم لم يصدقوا على شيء إلا بالأدلة والقراءة. كذلك يعني هناك أخي الفاضل محمد منطق، يعني لا يمكن للحمل أن يتحرش. الكويت بلد صغيرة، لا يمكن أنه والله تطمع بأراضي عراقية وغيرها، وبالتالي العراق مطمئن جدا انه لا يمكن للكويت ان تطمع. وذكرت انا يمكن قبل اللقاء انه في 7 موانئ عراقية على الخليج، يعني اساس فكرة الموانئ العراقية على الخليج قامت ترى في وقت متأخر جدا بعد ان كان هناك اشكال بين الايران والعراق، ولم ينشأ ميناء ام قصر او لم يفعل الا بال 58. وبالتالي حتى الحرب العراقية الايرانية اظهرت ان الموانئ على الخليج لا تنفع العراق استراتيجيا، لان لو حدث صراع او حرب ستقلق موانئ الخليج مع موانئ الشط. يعني هم كان خوف نوري السعيد بالزمنات انه والله لو اختلفنا مع ايران واقلق شط العرب ايران لديها موانئ الخليج نحن لا نملك موانئ. عملهم قصر ولم يفعل لانه بالصحراء. نعم. كانوا يفضلوا ميناء البصرة. بعد ذلك اثبتت هذه النظرة انها خاطئة، لانه اذا حدث اشكال لن يقلق فقط شط العرب، ستقلق موانئ العراق حتى اللي على الخليج. وما افاد العراق في حربه حرب الثمان سنوات الا موانئ الكويت ودول الخليج، وبالتالي يعني لا ما في اشكال اساسا حتى يحاول البعض النفخ فيه. طيب كان يعني السيد مرزول غانم محذرا يعني بحرقه ان يعني لا تحاولوا ان تضغطوا على الجراح
القديمة يعني مستذكرا ما حصل من الغزو وغير الغزو، يعني هل نستطيع أن نقول أن الوضع في الكويت اختلف عن 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 سابق عهده أمنيا واستراتيجيا وعسكريا؟ بالقطع، يعني أساسا يعني جزء من ما حدث عام 90 أننا أخذنا على قارة، يعني وإلا لربما كانت هناك قدرات ستمنع القدوم لولا الطمأنة التي أتت من أكثر من قيادة عربية وغيرها. فبالتالي المعطيات اختلفت بالكويت، المعطيات كذلك بالعراق. لربما انتبه الإخوة العراقيين لعدة أمور. الأول أن الأثمان اللي تدفع فيما يختلف عليه أكثر بكثير من جزئية الاختلاف. يعني ما الذي ينفع العراق من علاقة متوترة مع الكويت وهو من الجيران القليلين اللي لا زالوا يحتفظوا بعلاقة جيدة مع العراق؟ حتى على ماذا؟ على بعض قطرات مياه أساسا الممر المائي مفتوح بمجمله للعراق، وموانئ العراق السبعة يمكن ذكرتها هؤلاء: ميناء أم قصر، ميناء الفاو الكبير، ميناء خور الزبير، ميناء البصرة التجاري والنفطي، ميناء المعقل، ميناء خور العمية. هذه كلها موانئ عراقية سواء مباشرة على الخليج أو حتى على شط العرب، وشط العرب يطلع على الخليج. بالتالي لا توجد مشكلة أخي الفاضل حتى يحاول البعض النفخ فيها. ناهيك عن أمر آخر، نحن على علاقة أكثر من جيدة مع العراق أو الجزء أو إقليم الجنوب من العراق لأسباب تاريخية. معروف أنه الامتداد الكويتي والتجارة الكويتية، وكانت القلة تزرع بالخلال الهلال الخصيب، وكانت المراكب الكويتية هي من يذهب بها إلى الخليج وإلى إيران والهند وأفريقيا وغيرها. علاقة ممتدة، علاقة أخوة وواصل. هذه العلاقة امتدت كذلك حتى بعد التغيير اللي حدث بالعراق، ويعلم أهل الجنوب ويعلم أهل العراق بالمجمل كم الدعم الكويتي للعراق سياسيا دبلوماسيا حتى الأمور المعيشية، كل الأمور بأحسن ما يمكن أن تكون به علاقة بين بلدين، وبالتالي ما الذي يستفيده من تخريب هذه العلاقة؟ طيب الاستعدادات الكويتية على الحدود هل تراها يعني مطمئنة وأن الأمور مستتبة؟ أنا أعتقد هي قطعا هي جزء من الطمأنة، والجزء الآخر أنه الحكومة العراقية، الحكومة الرسمية والبرلمان العراقي الذي يمثل الشعب العراقي، الجميع مؤمن بأن ما حدث أمر طبيعي وهو استكمال، هو لا يوجد جديد فيه، هي مجرد هذه الحدود محددة ومخططة، وبين حين وآخر تأتي طرق جديدة لتحديد الحدود، وهذا ما حدث، إنما لم يتغير شيء على الإطلاق في هذه الحدود. نعم، الوزير السابق والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سامي النصف، شكرا لك. يا أهلا وسهلا.